والصاد والعين والغين والخد والقد والرمش والحاجة بس 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 والنبي صحيح وعشان سلاعك الهقة الهقة سراجدي 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 اصحى اصحى يا سراجدي. هي الساعة كام؟ الساعة 7. يا نهار اسود! بتقول ايه؟ الساعة 7؟ ده فاضل على القطر ساعة! يا شيخ حرام عليك ده انا رايح اسيوط! انت تبطل مقلاس عليا بقى! سقيتني ايه الله يخرب بيتك؟ القميص! قلك بطل مقلاس عليا! هات القميص! بطل! هات الجاكيتة هاتك هاتك واكسة! هات! السلام عليكم! هو الباب من هنا الباب من هنا يعني مش ناوي تجيبها البر كل ليله سهر هو في احلى من الفرفشه الدنيا حلوه انسى الهموم انسك يدوم انا كنت في سنك يا اخي وما كانش ناقصني حاجه علشان اعمل زيك واكتر كمان غلطان ما عملتش ليه واخرتها اخرتها موت حد هياخد منها حاجه هو يا دوبك متر في مترين بتتفلسف حضرتك؟ العفو ده انت استاذي في الفلسفه انا مبسوط انهم نقلوك اسيوط هناك هتتأدب ابدا اسيوط اسوان ام درمان ما اقدرش اعيش من غير حب هكذب عليك سمير معاك فلوس؟ ومهيتك طارت وعليها 3 جنيه عمر؟ يا ريت امال ايه؟ المحفظه انفرقت يا أخينا اعمل معروف الطيارات تسمعنا يا
فسقطت قنبلة بجوار المهد، فأقسم والدك ألا يبيت ليلة أخرى في المنزل، فتركنا السكاكين ومنزلنا الحبيب بما فيه من ذكريات الصبا والشباب والكهولة. ألا تعلم يا أخي بأنه لم يسبق لي أن رأيت خان الخليلي، وإني لا أعرف طريق البيت الجديد. لقد ترك لي أبي العنوان وذهب مع العفش، شارع إبراهيم، عمارة رقم 7، شقة 12، خان الخليلي. وريني عندك تفضل. ايه؟ ايوه يا سيدي تفضل. وسائل الفرائض يا بيه. فرائض قريناها من الايام سنة. يا بيه الايام. لا عايزين حاجات جديده. الايام يا بيه. كل ده قريناه. كل ده بقريته؟ اه، وده الشكون جنب الكتب اللي عندي. ملعون يا ابو الدنيا. اتفضل يا معلم. أيوة. فين شارع إبراهيم؟ حلوة أوي دي، سؤالك لطيف لكن ذاتك ألطف. ما هو ده شارع إبراهيم؟ آه كده؟ طيب متشكل. العافية، ما تفضل قهوة. من فضلك. أيوة. أمال فين نمرة 7؟ حلوة أوي برضو. فين نمرة 7 يا حضرة؟ آه طيب، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اللي بيسأل على شارع إبراهيم هو ملعون أبو الدنيا. لقيت الدب. اسمك إيه يا شاطر؟ محمد كمال خليل محمد. تاني مدرسة يا محمد؟ شمس المعارف الابتدائية للبنين. شاطر يا محمد شاطر. زدت ألف طلعت ألف لقيت الدب أنقص دب. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد! محمد! عايز ايه؟ هات معاك بمليم بقدونس. مش وقته يا اخويا. ايه؟ لا باليمين يا دنايا. خلي عنك يا بابا. ارمي نظرة كده وقول لي ايه رأيك؟ مبروك. تعال ما افرجك على اوضتك. تعال. هي تيجي وضبتها لك. ايه وضبتها لي؟ وهعمل ايه على قد ما قدرت بقى يا ابني؟ ما انا وحدانيه، ده انا من الفجر وانا عامله زي النحله في البيت، ابوك عمال يعلق في الصور بتاعته وانا الهم كله على دماغي. بقى يا ربي لو كنت اديتني بنت مش كانت وقفت جنبي في يوم زي ده. كله بامره. يا ولية ادعي بسيدي على مصفرينكو بقى. يا اصلك فايق ورايق قوي. يا ام عصمت. ام عصمت. ده العادي يا ام عصمت. نعم يا اختي. الحقيني يا اختي الحقيني. اسكتي علينا ابني ليله امبارح. اسكتي. دي كانت ليله سودة الله لا يعودها. مش حاله المفتقه اللي متكلفه صح الباقي. راحت كلها على الارض. يا ندمتي يا اختي. بعد ما كلفتها وحبشتها وحطتها على النار تستبك وعينك ما تشوف الا النور والزماره ضربت. قطعت يا اختي قطعت قطعت. ما قلتليش ايه رايك؟ بذمتك مش شقه شرحه وريحها خفيف؟ عايز الحق، شقه السكاكيني كانت احسن.
ايه هنا يعني سبتها الا من الشديد القوي؟ كل يوم ضرب انابل ضرب انابل. ويعني المسافة من السكاكين الخان الخيري كتير على طيارة ألمانية. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في حمى الحسين وكفى به جارا ومجيرا رضوان الله عليه. بس يعني ما تنساش اننا في حرب. احنا في حي الدين والمساجد، والألمان ما تخبطوش في عقلهم عشان يضربوا قلب الإسلام وهم بيخطبوا ود المسلمين. أيوة يعني، بس افرض ان قنبلة وقعت خطأ. كل شيء بأمره. أنا على كل حال متفائل بالسكن الجديد ده. تعال تعال ما أفرجك على أوضة أمك. عملتنا ايه النهارده بايديك الحلوه يا لينا؟ ضبطت لكم النهارده حاجه كده كلش كان. يلا على بال ما تقلع هدومك يكون كل شيء كان. يلا. الله استني ايدك يا لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله سكن مبارك. الله يخرب بيتك ويحرق قلبك. أعوذ بالله من الشؤم والتشاؤم. صباح الخير يا معلم نور. ملعون يا أبو الدنيا ملعون. جنة. أهلا وسهلا. وأنت جنة؟ أيوة. أهلا وسهلا هندسة الأنوار. نورت حينا. عن إذنك. اتفضل. ملعون يا أبو الدنيا. بين على احمد مش مبسوط من السكنه دي ابدا. له حق يا اخويا، الحته زيطه ودوشه، هيقرا ازاي ده؟ ده عينه وعبادته القرايه وبس. يعني يا ست خد ايه من القرايه والكتابه اهو طول عمره يقرا ويكتب؟ لا هياخد شهاده ولا ترقيه. احنا اللي خيبناه يا كبدي. لو كان ما حصلش اللي حصل ده، مش كان زمانه دلوقتي ابوكاته قد الدنيا. ربنا يجازي اللي كان السبب. ايه انت بتدعي عليا يا وليه؟ لا يا اخويا بعد الشر انا ما بدعيش عليه، ده انا بدعي على الظلمه اللي ظلموك وطلعوك من الحكومه. كله بامره. يعني لو كنت انت طاطيت مناخيرك شويه وسيستهم، مش يمكن ما كانوش حالوك على المعاش وانت لسه بدري عليك؟ انت هتعيدي لي حكايه بقى لها 20 سنه. الله، هو انا يعني بتسهل عليا اللي شرب احمد من تحت راسي؟ يا وليه ما تقلبيش المواجع. انت زعلت يا سي عاكف؟ ده انا بضحك معاك يا راجل. والنبي ما تزعل ابدا، حقك عليا. الله، افردها بقى. لا 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 لا، انا ما احبكش تعقدها كده. والنبي لا تفردها. اللهم صل عليك يا نبي. يلا يلا لف السجاره يلا. انت خلصتي سجايرك؟ لا، لكن عايزه اشرب سيجاره لف ايديك. اتفضلي يا ست السيجاره. خد يا حبيبي. شوفي يا نينا، شوفي رشدي مخبي ايه في الكتب بتوعي. رشدي ابني. ايوه. يفرحك يا دلوان. كل دول يا اخويا بيحبوك كده مره واحده. ريت. اسمع يا احمد، احنا لازم يا اخويا نجوزه او مخليه يتلم، بس بعدين انت بقى ما تتجوزي الاول. اسمعي يا نينا، انا مش عايزك تجيبي لي سيره الجواز على لسانك ده ابدا. ليه بقى يا ابني؟ هتعيش راهب ولا هتعيش راهب؟ دول اللي في سنك ولادهم خلصوا مدارس. اتفضل. انا متاسف جدا. معلش. اتفضل. اتفضل حضرتك الاول. شكرا جدا.
احمد افندي عاكف. احمد افندي عاكف. انا احمد افندي عاكف. حضرتك ساكن جديد هنا؟ اي تول حته ما نورت. اتفضل محمد. يلا يا محمد. اتفضل. افرح لي يا احمد، انا خلاص تبت عن الهلس وفكرت في الجواز. لقد وجدتها فتاه جميله من اسره كريمه، ابوها باشا. سادعوكم قريبا لحضور عقد قراني. احمد قل لأم تدعي لي والنبي. صباح الخير يا معلم نون. ملعون ابو الدنيا. نار يا ده خضره تطلع شرار. سلام عليكم. اهلا. صباح الفل. اهلا وسهلا. اتفضل. معلش يا معلم، اصلي عايز الحق صلاه الجمعه. ما لسه بدري على الصلاه. انت مش هتجبر بخاطري وتقعد معايا شويه؟ وحياه الحسين اللي انت. لا سيدنا الحسين. شيشة يا ده خضرة. أيوة يا خضرة. كفاية قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط عندك. محسوبك نور الخطاب. بشرفنا يا معلم. محسوبك أحمد عاكف في الموظف في وزارة الأشغال. وجودة من الناس الأكابر. ده احنا حقيقة نشكر هتلر اللي عرفنا بالناس المحترمين. لا لا يا معلم، احنا ما هاجرناش خوف من هتلر وقنابله. تعجبني. ياما ناس هاجرت وياما ولادي زنوا على وداني. هنروح بانها، هنروح بانها. هتعمل ايه بان؟ لا هتأجل ولا هتعاجل. الظاهر انك رب اسرة كبيرة. احد عشر كوكبا واربع شموس وقمر واحد. انت متجوز اربعة يا معلم؟ في شقة واحدة وشرفة، كل واحدة وعيالها فوق. ايه مش مصدق؟ لا انا بقول يعني مش واحدة كانت كفاية؟ واحدة؟ انا خطاط يا استاذ، والستات دول زي الخط. ايش رقعة وايش ناس وايش سولوس والرابعة يا ميوني. ايوه بس ازاي بتقدر توفق بينهم دول؟ بالسياسة والعصاية. حجم لمؤاخذة الست دي حيوان ناقص، وانت عليك تكمل. ايوه. انت مش متجوز؟ لا. ولا واحدة؟ والله ولا نص. اظن الجمعة وجبت يا معلم. طب اتفضل انت بقى وانا هبقى احصلك بعد ما اخلص اليوم. يبقى اتفضل. بالليل شرفنا في قهوة الزهر. هتلاقي أفندية محترمين أوي زي حضرتك، ومعلمين حلوين أوي زي حضرتك. طيب السلام عليكم. سلام يا سلام ورحمة الله. مع السلامة. أيوه يا باشا. اديني فطيرة. أيوه. مساء الخير. مساء الخير. قول لي، عايزها سادة ولا بالزبيب؟ بالزبيب. حاضر. اقرا للطه، اقرا للمنفلوط، اقرا لطه حسين، اقرا للمنفلوط، اقرا عصفور من الشرق. ادب شعر غزل. اقرا للمنفلوط، اقرا لطه حسين، ادب شعر غزل. اهلا اهلا بالبيت. كتاب جديد اهو المؤلف الناشط نجيب محفوظ. اتفضل يا بيه. لا كفايه كده. اهلا 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 استاذ احمد. نورت القهوه. اهلا معلم. اهلا المعلم زفت صاحب القهوه. استاذ احمد عاكف موظف محترم في وزاره الاشغال. سلم. تعالى بقى معرفك على بيت الشله. اهلا اهلا. ده انت نورت القهوه يا استاذ احمد. اهلا اهلا. اتفضل يا احمد افندي. اهلا وسهلا. احمد افندي عاكف موظف في وزاره الاشغال، جارنا الجديد اللي حكيت لكم عنه. اهلا وسهلا. شمال افندي خليل موظف في المساحه. اهلا وسهلا. شرفنا يا فندم. سليمان بيه عيد مفتش التعليم الاولي. حصلت البركه. سيد افندي عارف في المساحه برضه. شرفنا. الله. امال فين شيف؟ زمان دلوقتي جاي. هات قهوه. هات مظبوط احمد افندي. وعندك قهوه مظبوط احمد افندي. انا ده جيران يا احمد افندي في نفس العمارة. جيران؟ ايوه في الجناح اللي قدامكم على طول. اهلا وسهلا. شرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. شرفنا والله. اللي اقول يا استاذ احمد، حقيقي السكاكيني بقى تكون تراب.
لا يا فندم ما حصلش. هو في الحقيقه بيت واحد بس هو اللي اتهد. دي اشاعات مغرضه، ده شغل انجليز عايزين يكرهوا الناس في الالمان وبس. صاحبنا اصله من انصار الالمان لاسباب صحيه، طالع في مخه ان الحبوب الالماني بتعمل المعجزات. الحبوب الالماني اللي تعيد اللي كان وترجع الشباب تاني. المعلم شفة من الاعيان وجوز الست عليات الفايزه. السلام عليكم. تعالى مطرح ايه الاستاذ احمد راشد لابوكاتو، استاذ احمد عاكف موظف وزاره الاشغال. اهلا وسهلا. شايل استاذه خضره. انا يا معلم. معلم نونو الحقيقه عرفنا بيك قبل ما نشوفك، ان شاء الله تكون مبسوط في السكن الجديد، ولو ان السكاكين ارقى من هنا بكتير جدا. الله الله الله، صل على النبي يا استاذي. ده احنا حيينا كله حمار وحلاوه. يا ساتر يا رب يا حفيظ، اعوذ بالله. يعني ورايا ورايا ام احمد، ام احمد. يا اخويا اصحي يا وليه. يا ساتر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوي يا صاحبي. اصحى حبيبك يا رب. عاكف ايدك. انتهي على احمد. يا احمد على احمد. النبي يا ابني، إلهي يخليك ويطول عمرك، تقوم وتقعدني مطرحك لحسن ركبي سايبه يا ابني. تعال يا حبيبي تعال. هي تقطع الغراب وسنين الغراب. اسم الله عليك يا ابني، اسم الله عليك. قالتنا فل. قومي يا نعلي. والعيل يمشي في ديل امه. ليلتنا ونسس احمد. ان شاء الله خير يا معلم. تصدق بالله ونعمه بالله، انا لولا الاطفال ما انزل من البيت. هيعمل ايه المخبر؟ اللي من نصيبك لازم يصيب. ملعون ابو الدنيا. مالكم مبلمين كده ليه؟ وحدوه. لا اله الا هو. مساء الخير يا معلم نونو. ما بتردش ليه؟ مساء الفل. يا انا بمسي. لا والله جدع.
تعال شنو دي؟ دي الست عنيات شارب الفايزة عن ليه؟ شغلتها الأصلية مرات المعلم عباس شفة وما خافية حظ وأنس وفرفاشة وانسجام بيتها مفتوح للحبايب والعشاق ولي ده وقته وبكلم الأستاذ قصدك يعني دي انت فهمت وجوزها مبسوطة لحساها آكل شارب لابس معلم قد الدنيا عشان كده بيحترموه ملونة والدنيا وحدوه كل عيل يمسك في ديل امه شوف يا اخويا الناس اللي ما تعرفش ربنا الا وقت الزنقه انا بمسي يلا شيل عينيا قوم الغره خلصت خلصت روحك زفته كنت معاك لزفته يلا يا ابني وين وين تعال 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 ايه شايف السكن الجديد عامل زي مدرس الجغرافيا شطارتك وست بيت زيك فتحي عيونك وانتي تتعلمي وبعدين في اللحمه دي بقى نينا يعني نينا بذمتك يا نينا وانتي قدي كنت بتتمني من جوه قلبي الشهادة ولا بابا؟ صف القطة اللي في ايدك اوام طب ما قلتليش يا نينا يو هقولك ايه يا بيت انت ما زرتيش الجيران الجداد زرتهم دي ست اميرة ولسانها بينقط سكر وجوزها متحال على المعاش ما عندهمش ولاد لها ابن مستوظف في اسيوط اسيوط؟ امال مين اللي هنا؟ تعالي تعالي قلبي اللحمة لا تتحرق قربي هم مسكنين حد معاهم؟ لا ده ابنها البكري بيشتغل ايه؟ بيشتغل بشكاتف في وزارة الأشغال بشكاتف وفي وزارة الأشغال؟ ده لازم بقى مهيته كبيرة قوي زي بس يا نينا تقول لهم كده أنا بشكاتف ده أنا بقالي 20 سنة بلاري على الدرجة السابعة مانيش طايلها تلاقيني مرة واحدة للدرجة السادسة قادر ربنا ينفخ في صورتك يا ابني بس ده كذب كذب النسا مع بعض له طعم تاني قال ايه يا اخويا الا ابوها قاضي واللي جدها شيخ علماء واللي جوزها شاه بندر التجار واللي عملت الزركة اللي فيته الشيء الفلاني واللي واظن بقى معاكي في البحبحي معاه طبعا يا ضنايا امال عاوزني ايه اقعد قدامهم كده سكتم بكتم وقلت ايه على كده بقى قلت لهم ان ابوك كان بيشتغل مفتش كبير قوي في الاوقات كده وان جدك الله يرحمه جدك اللي هو ابويا انا
كان ايه؟ كان عنده وكاله كبيره قوي في الحمزاوي. كده كده. وانك انت بقى يا نور العين بتشتغل باش كاتب في الاشغال وعندك 32 سنه. مورخك كبير. مش باين عليه. طيب يلا دق التوم. حاضر. انتي شفتي الست بتاعته؟ ده مش متجوز. يعني عازب؟ ده ما دخلش دنيا ابدا، وامه يا حبتاني نفسها تفرح بيه. طيب يا ماما. بطلي رغي ودق التوم بقى. طيب. فين يا بنت التوم اللي بتدقيه؟ اهو. طمعني بالوصل وسابني وانا مجنون. هو المعلم ست عبد ايه؟ نايم؟ لا مصدوم. ايه رايك يا استاذ احمد؟ هل دي لذه عصبيه بتكتسب بالعاده؟ ولا هي سعاده وهميه بتهرب بيها النفس من شقاء وقسوه الواقع؟ والله علم هذا عند المعلم زفتة نفسه. انا يتهيألي انه بيهرب من الواقع. طب ما نصحيه ونسأله. يا عم انا اقوم اقعد مع اهل المعرفة، ماليش دعوة باهل العلم. النوع ده من الناس يا استاذ احمد اللي زي المعلم زفتة ما يحبش اليقظة ابدا، مش عايز يفيد، كل شوية يبلع له نص درهم مقفول، بيهرب من الحقيقة ويخاف شقاء الواقع. ورمضان الاثنين ولا الثلاثة يا رشدي فين؟ والله رد على المعلم شفه. يعني انت بتصوم يا معلم؟ ده بيصوم ويحسن ويزكي كمان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. استني استني خذ ودي لاخوك. خذ تيزا موجودة؟ تيزا موجودة؟ تيزا؟ نينا؟ أيوة يا أحمد. مين؟ تعالي كلمني. مين؟ نوال. أهلا وسهلا يا بنت، ازيك يا حبيبتي؟ كده يا أحمد كده تسيبها واقفة على الباب مش تقول لها اتفضلي؟ اتفضلي يا بنت اتفضلي. لا معلش ماما بتقول لحضرتك إن ما كانش عندك مانع تيجي تزوري. يا أختي يا ألف أهلا وسهلا يا 300 مرحبا، قولي لها أنا منتظراها، اجري اندهلها. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب. يا ترى بابا موجود؟ لا هو نازل بعد الفطار على طول. لازم راح له. تشكر. هو حضرتك جاي عندنا؟ لا 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 مؤاخذة لا مؤاخذة. ادونا العادة رب خليك، ادونا العادة رب خليك، ادونا العادة رب خليك. اهلا اهلا. رمضان كريم يا معلم. اهلا بعود الايام يا سي احمد. هانت يا عم، فات يوم ما فاضلش الا 29 يوم. حالا في كعبك هوا حمامك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مع السلامه. Oh,
سحورك يا صائم صلي على النبي. يا عباد الله وحدوا الله. سحورك يا صائم صلي على النبي. يا فوز بند وحد الله. سحورك يا صائم صلي على النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مساء الورد واللطافة والتمر حنة. وسع جرحت جوه. وسع للست يا جدع. طلع لي يا شيف. عيني خف. يا ستي مش وقته ده ممنوع يا ستي. مين اللي منعه يابا؟ حكم بيطلعوا امتى؟ يا لطيف ما تخافش يابا ما تخافش ما تخافش ضربي بعيد اصل ضربي في زفت. لا يا حسين. ما تخافش ده مدفع القلعة. قلعة الكبش يابا. كبش مين يا مناي؟ تلعب بسي. وده بولاد. وده سوق السامة. اهو ده الكبش يا شيف. يا ودنك اللي تنقط النغم يا حلوة. بلعونا يا الدنيا. شيف اثبت يا حج. حنينة. زي البومب يا اخويا ما بتبطلش طلبات زي الاطفال ولا بتسالش عن ارهاق ميزانيتي ولا حاجه ابدا. اديك انت جيت يا بطل استلم بقى نصيبك. انا يا اخويا ما نسيتش نصيبي وانا في اسيوط جبت لها كبشه عقود وحلقان. ايش عاج وايش غرز بس على الله يعجبوها بقى. يعني انا شايف انك خاسس شويه
الظاهر عليك هيصت كتير في أسيوط يا عفريت. شوف ما خبيش عليك، إذا اجتمع موظفاني في بلدة كانت مائدة القمار سلس هنا، ما هو لازم يخس، مفيش فرفشة، مفيش حب، مفيش فايدة. أنت هتفضل زي ما أنت كده طول عمرك. إلا قولي إيه حكاية خان خليلي دي؟ بقى من السكاكيني لخان خليلي؟ وأنا كنت متضايق زيك في الأول برضو، إنما مع الوقت اتعودت. حي خان الخليلي ده حي مبروك، كل شيء فيه جميل، ليل نهار والناس ورمضان وليالي رمضان وقهوة الزهرة. الله الله، انت عرفت طريق القهوة؟ مال ساعة الغروب الجميلة وانا واقف جنب الشباك كل يوم. على الله يفضل رمضان على طول. رمضان ولا هاتيها يا ساقي. مظبوط يا خبير، مشتاقة تسعى الى مشتاقي. مشتاقي قلب الاسد وصل. بصحة رشدي حاكم. بصحة قلب الاسد. يعيش قلب الاسد. ايه بس رشدي، يعني الواحد ما يشوفكش من العيد لعيد ولا ايه؟ خلاص من هنا ورايح مفيش صعيد. ازاي؟ انت مصر ولا ايه؟ بالتليفون يا ابني. لازم بسطة جنب. طبعا. بنت حلوة. ابوها باشا. لا 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 والله العظيم جد. والله ما بعرفش بجد. طب ادوني فرصة فايبني. هفهمك الحكايه. ابوها لما عرف ان انا علقتها مسك سماعه التليفون وقال الولد ده ما يقعدش هنا ثانيه واحده بعد كده، وقد كان احسن دخله بصحه بنت الباشا. بصحه بنت الباشا. ايه الحكايه، احنا هنقضي الليله هنا؟ لا ده انا جاي من اسيوط، عايز اتفسح وهيص والف الدنيا. يلا بينا يا اولاد. يلا يعني بس استنى. واحد اتنين تلاته. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل. حسام حسام يا حبيبي، حسام يا حبيبي، حسام. يا ليلة العيد أنستينا. تقول صبرك عليه يمكن السيد. سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا أم أحمد. وانت طيب يا أخويا. كل سنة وانت طيبة يا نينة. انت طيب يا دنايا. سنة انت طيب يا بابا. انت طيب يا بابا. اتفضل. ايه ورشدي لسه مصحيش ولا ايه؟ يا اخويا هو خد لسه نام لما هيصحى. يا خليه يتبسط، ده سنة بحالها يا دنيا وهو متغرب. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى البلاد والعباد. اللهم اجعله صباح حلو يا حلو. صباح خير. اشرب. الستات اولا. خمسة بتعريفة.
جنبها. فين جنبها؟ حد بادي سيدي محمد. هاتي يا بيس. الكتاب ولا لسه؟ كتاب ايه؟ الكتاب اللي كنت ناوي تألفه. ما كتبتش فيه ولا حرف. لا اسمح لي اقول لك بقى، انت مكسل شويه. اسمع يا ابني يا رشدي، انا لو كنت عايز ألف كان زماني مليت مكتبه بحالها. انما ايه فايده الجهد والتعب ده؟ بس حرام الافكار الحلوه بتاعتك دي تضيع من غير ما تسيب اثر للناس يستفيدوا بيه. ناس؟ ناس مين؟ انا مش هعرف اتفاهم مع الناس. أنا من السابقين لزمانهم. أدي عيبه بقى. كل شيء في الدنيا له عيوب، حتى التعمق في العلم. يا شيخ كنت هتنسيني، أنا جاي أقول لك على خبر مهم جدا جدا. خير؟ أنا خلاص فكرت في الجواز. مش معقول، ده أسعد خبر سمعته في حياتي. أبوسك يا أحمد. قول لي بقى، لازم ننمر على حاجة حلوة. ما خبيش عليك، في الواقع منمر. قول لي، هي من السكاكيني؟ أمال منين؟ والنبي منين؟ بعدين هتعرف، بعدين هتعرف. مبسوط كده؟ صباحك خير يا حلوة. بس 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 ما تخافيش، ده احنا جيران، كل يوم هيكون فيه صباح الخير ومساء الخير. طب كلم مين؟ الحمامة. عارفة انت ليه حلوة؟ عشان سمارة، والسمار زينة الجمال يا حلوة. تسمح؟ حاسب عليها. هي كانت حياتكم. عندك حق، بس مش يمكن في يوم من الأيام اطلبها منكم عشان تدوها لي؟ دي بعينك. الله يسامحك يا عم. السلام عليكم. Thank you.
فضلك ما يصحش كده، ده احنا جيران. طب وماله؟ هو عيب لما الجار يعجب بجاره؟ دي ما فيهاش حاجه ابدا. ما فيهاش حاجه؟ طبعا. من فضلك عايز انزل. اتفضلي. كنت بتعملي ايه ده كله فوق السطح؟ كنت بزغط الحمام. اسكت يا نينا، مش الحمامه السمرة كانت هتطير مني؟ قطيعه ملهاش فأس، حقتنا نتبعها. حرام يا نينا، دي السمرة هي الحلوه اللي فيهم، ده انا هزغطها كل يوم عشان تسمع. يا اختي ضغطي نفسك وانت بقيتي زي العصايه. لو تلو مع المفتقه وارتص العطار كنت ربربتي وحلوتي زي امي. يعني انا كده وحشه؟ ده السمر نص الجمال. ما تحرمش منك يا رب. قولي لي يا نينا، هي ست ام احمد جارتنا ما بتبانش ليه؟ اصلها ملخومه، ابنها جه من اسيوط. هو ده ابنها اللي كان في اسيوط؟ وانتش عرفك؟ انت شفتيه فين؟ لا ابدا ما شفتوش ولا حاجه. مش حضرتك اللي قلتي ان عندها ابن في اسيوط؟ عقبال ما اشوف اخوكي زيه خد الشهاده من الجامعه وتستوظف في اسيوط وانتقل هنا رئيس قلم في بنك مصر. انت بس تلاويعك وهجرك، والامتى بس تلاويعك وهجرك، والامتى بس تلاويعك وهجرك. ايه عاوزين شطه براوعين؟ انا عايز شطه كده. ايه رايكم نروح نكمل في بيتنا؟ موافقين بس على شرط. ايه والامتى بس تلاويعك وهجرك، والامتى بس تلاويعك وهجرك، والامتى بس تلاويعك وهجرك. اللهم صل على النبي، عيني عليك بارده. رايح فين يا معلم نون؟ واصل المسكة اشتري الوان. ده انا يعني كنت جاي لك علشان استشيرك في موضوع خاص بيا. تحت امرك، بلاش الوان. بقى يا سيدي. بقى يا سيدي عملا بنصيحتك. انا نويت اتجوز. يا الف نهار ابيض، الف مبروك يا استاذ. وكده الجواز نص الدين. يا حتى حتتنا فيها ناس طيبين وبنات حلوين ومتربيين. طب يعني مثلا يعني حبيت اناسب عيله من الحته دي، تفتكر يرضوا بيا؟ يا راجل صلي على النبي، ده انت تشرف احسن عيله في الخليل. السلام عليك يا معلم نونو، ريحت قلبي يا شيخ. يلا يا عم روح اشتري الوانك بقى. السلام عليكم. مع السلامه. الله يسلمك. صباح الخير. صباح الخير. تسمح الشنطة؟ تقيلة على الإيدين الرقيقة دي. متشكرة، أنا بشيلها كل يوم. أنت خايفة لخطفها واجري؟ يا ريت تخطفها، تريحني من اللي فيها. هي فيها إيه؟ مليانة واجبات تقيلة وأخفها الحساب. وريني كده. أرجوك. ما هو مش معقول أمشي بإيدي فاضية. لكن أنت بتحب الحساب؟ يعني. والجغرافيا؟ مش قوي. ده انت زي تمام. لكن احنا ما تعرفناش ببعض. ده احنا جيران. ده انا حتى ما اعرفش اسمك. لكن انا اعرف اسمك. طب اسمي ايه؟ احسان.
ده مش اسمي. ازاي؟ امي قالت ست ام احسان. ده اسم اختي المتجوزه. طب انت اسمك ايه؟ اسمي نوال. نوال؟ الله، ايوه قولي كده، مش احسان. وانا اسمي رشدي، رشدي عاكف، تلميذ في المدرسه العباسيه الثانويه للبنات. انت موظف في بنك مصر. الله، مش عرفي. ما هو اصلي ماما لا. الظاهر ان في تجاوب من اول نظره. عن اذنك. صباح الخير. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. بكام دي؟ اللي تجيبه بالجودة. ما نحرمش منك ابدا يا رب. عن اذنك، اقرا الفاتحة لامواتنا ناخد على خاطرهم. دي تمشي منها؟ بختصر الطريق للمدرسة. ما بتخافيش؟ أخاف من إيه؟ كلنا له. على رأيك، أنت في سنة إيه؟ الثقافة العامة السنة دي. وناوية تعملي إيه بعد كده؟ هقعد في البيت. برافو، برافو. المدرسة قربت. يا خسارة. ارجع أنت بقى. هشوفك بكرة في نفس الميعاد. نعيما يا استاذ. نعم الله عليك. جبت لي الكتاب؟ الكتب يا استاذ. وريني. اتفضل. ايوه كده. عايز كام؟ بعدين على مهلك. ملعون قوي الدنيا. ازيك يا معلم نونو؟ مين؟ استاذ احمد. اهلا وسهلا. اهلا. نعيما يا استاذ. نعم الله عليك يا معلم. ايه اخويا، تعمل ايه بالكتب دي كلها؟ هقراها يعني، هعمل بيهم ايه؟ وعلى ايه التعب ده كله؟ ويا معلم، زيارة علم. هو انت ناقص علم يا استاذ؟ يا معلم نور، ما سيبنا نسترزق. يا اخويا اتهوى بقى، بلا كتب بلا دياولو. اتفضل يا استاذ احمد تعالى. اديك طربوش يا ريس. نعيما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خد البشاش يا عم. يا هات بلاش لما هذا. خد. لا. اتفضل يا استاذ. تعرف يا استاذ احمد، في غية اجدع من الكتب ما قريتهاش. غية؟ غية ايه يا معلم؟ اللي يغواها يا اما في اللمان يا ام السلطان على كرسي السلطان. ادي النبقه وتنفع بكل زنقه. حذر تبقى ايه؟ ايه الفزوره دي يا معلم ولا ايه؟ استوردوها من بلاد الفيل، تحفه لاهل النيل. ما تفهم بقى ايه ده؟ سحر ده. الحسيس يا حسيس. حسيس؟ حط النقط من عندك بقى وربنا يلزم الكتب. ما تجرب ليلة وتيجي معانا. لا يا معلم، انا ما اصلي ما هواش الحاجات دي. تعرف انا مشربوش. طب تعالى وما تشربش، تعال شقر كده وشوف من باب العلم. هو ده برضه علم. لا معلش يا معلم، اصلي انا ما بشربوش. خلاص ما تبقاش تشرب، اشرب انت كركريه. انا برضه بقول كركريه احسن. وانما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. عيش وتكتبه في المقالات. عيش ليه؟ لو حبيت تيجي لوحدك تخبط على الباب ثلاث خبطات وبعدين تقول كلمة السر. ملعون ابو الدنيا. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا احمد افندي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا الف مرحبا يا احمد افندي، دي خطوه عزيزه وحياه النبي. اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تفضل يا احمد افندي، تفضل. السلام عليكم. لولا سلامك ما سلم.
اتفضل. ما تسمعيني حاجه يا ست. سلطان يا عارف عصفور. حاضر يا ست. نظرتي ما تخيبش ابدا ساعة ما شفتك قلت عليك ابن حظ. عهد الله انا اتشرفنا كل ليلة. اتفضل. اتفضل. اخص عليك يا شيف يمكن قعدتنا ما تعجبوش. العفو يا هانم العفو. حلو قوي هانم دي. ايه؟ لا انا قصدي الاستاذ ما بيشربوش. ايه بتخاف؟ لا يا هانم ما بخافش بس قصدي يعني انا ما بحبوش. هو في راجل ما بيحبش؟ جاري المجال وقطف كده على خفيف حتى من باب العلم. ايوه والله العظيم من باب المعرفه. شد 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 كمان ولع. شاطر. ولع. خف ايدك عنه شويه يا شيف. ملعونه ابو الدنيا. مش كباركوا لابو سيد يا جماعه. مش الدكتور طمنه قال له انه الفرج قريب. منى قلبي ابو سيد اعيش واشوفك زينا. والنبي والنبي لاكيدناكم يا غاية. ايه يا جماعة؟ قاعدين في خمارة. عارف؟ دي القعدة لها أداب. نفتالين. الله يسلمك. ايه ده؟ في ايه؟ انا متشكر قوي يا ست عليات على 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 دول يما يما على دول يا حيلة وأصفر يا ميتوب يا على دول يما يما على مش معاكي؟ لا ابدا مش متضايقه بس خايفه حد يشوفني يقول لبابا. وايه يعني؟ يا خبر ده انا عمري ما كلمت حد غريب. اولا انا مش غريب، ثانيا فيها ايه؟ اتنين بيحبوا بعض ورايحين المدرسه. بيحبوا؟ طب مش كنت تاخد رايي؟ باين في عينيكي. هي عينيا ايه؟ كتاب بتقرا منه؟ كل العيون الجميله الواحد يبص فيها يعرف كل حاجه. استني كده. شايف ايه؟ شايف سكه سفر. طب اوعى. استني انا لسه ما كملتش. هتكمل تقول ايه؟ هخطي عتبه جديده؟ لا، فيها انسان بيحبك بيعبدك
وبيتمنى تكوني بتحبيه زي ما بيحبك. اتأخرت على المدرسة. الشنطة. هشوفك بكرة في نفس الميعاد. طيب طيب. اهلا محمد افندي. ماما سابت مفتاحنا عندكم. مفتاحكو؟ اه. مين اللي بعتك؟ انا بقول لك ماما سابت مفتاحنا عندكم. لا ما سابتش. انت هنا؟ اهلا اهلا. ازاي تقف على السلم؟ اتفضلي جوه. عزيزتي نوال. لكن دي قالت لي انها هتسيبه مع مامتك قبل ما تخرج. يمكن نسيت. ولا اقول لك لازم سابته عند حد من الجيران. ما تبعتي محمد يشوفه. اطلع يا محمد شوفه عند ست فردوس. ايوه اطلع يا محمد شوفه عند ست فردوس. اطلع يا محمد. اتفضل. ست فردوس ثاني دور. يعني ما انتش عارف ست فردوس؟ ام بهلول صاحبك. انا مخاصم. طب اسكت. صالحه يا سيدي عشان خاطري. يلا حبيبي. يلا بقى. نوال رشدي. لا يا رشدي لا 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 حد يشوفنا الآن. نوال لا يا رشدي لا يا رشدي وبعدين معك يا رشدي. لا يا رشدي عيب. هو معك اخطى عليك يا رشدي. طب هات بقى معسله. تم بقى خلينا نسمع. في البحر لم فتكم في البحر فتوني بتبنى بعتكم بتبنى بعتوني. أنا كنت وردة في وشاي أخذوني وكنت جمع أخذوني. كنت فين يا دانايل دلوقتي؟ أصل صفارة الخطر ضربت عليا وأنا في الحسنية. اضطريت أخدها جارية لغاية هنا. أنت مش هتبطل سهر بقى في الليالي المهببة دي يا رشدي؟ حاضر. أمال فين أحمد؟ ما فينك أهو. مساء الخير. مساء الخير. أنت شارب؟ ده كاس واحد بس. لكن بشرفي آخر الليلة. على الله تكون اهتديت. خلاص. ربنا هداني واداني اللي كنت عاوزه. أخوك بيحب أحمد. قديم؟ لا. المرة دي وجدتها بصحيح. أظن بنت الباشا بتاع أسيوط. دي ابوها موظف على قد حالنا لكن جمال واخلاق وادب. اول واحده في العالم تقدر تهزم قلب الاسد. دي اخويا عترت عليها فين؟ قصدي يعني شفتها فين؟ كل يوم الصبح بوصلها المدرسه. مدرسه؟ فهي مدرسه العباسيه الثانويه للبنات. ابوها صاحبك. صاحبي؟ صاحبي انا؟ جمال افندي خليل نوال بنته. عن اذنك اما اسلم عليهم. اهلا وسهلا جميل. السلام عليكم. ربنا مش هينجينا
نابع من الغرات والبلاوي الزرقاء السودة دي. اهلا اهلا يا احمد افندي. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. حياه النبي انت ابن حلال. قبل ما تخبط بشويه زغنططه انت كنت على بالي. زي ما يكون كده بيني وبينك انجذاب. سنبتوك يعني. اتفضل يا احمد افندي. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا يا احمد افندي. احمد افندي يا ست. عرفت ان الله حق. كم انفقت من عمر في حجرتك؟ ربنا يخليك لنا يا سيد. ما احناش منك ابدا يا رب. مالك يا سي احمد؟ يا ندامه، ده انت مغموم قوي. فضفض يا شيخ، ايه اللي مزعلك؟ لا مفيش، بس افتكرت واحد صاحبي مات. يا ريت. امال ايه؟ حب وطب انتهى. طب عشان واحد صاحبك حب تقوم تغم نفسك بالشكل ده؟ صعبان عليه، قضى عمره في يأس وحرمان. 40 سنة بيكافح، عمره مفكر في نفسه. انا ابتدى يعيش ويحب. هاجرته اللي بيحبها وحبت واحد تاني. تمام. اغنى منه اصغر منه؟
واللي لطشها ده يعرف ايه اللي بينها وبين صاحبك؟ لا، سابته وراحت للشباب اللي زيها. يبقى الواد غلبان والبنت يا عين اتنين زغليل وتلموا على بعض. قول لصاحبك ده يدور له على عتية من مقام. ملعونة أبو الدنيا. هي ملعونة أبو الدنيا. يا أخويا فارفش، بكرة تلاقي ستها. لا أنا بقولك مش أنا، ده واحد صاحبي. الله، ما أنا عارفة إنه صاحبك. الأولى بسم الله، والتانية بسم الله، والتالتة بسم الله. أنا تعبتك معاها يا أحمد. سيبك من تعبي، المهم تلتفت انت بقى لصحتك يا رشدي. خلاص انا هغير كل حياتي، هتجوز. انا بحبها يا احمد، بحبها. اسمع يا احمد، تروح تخطبها لي؟ انا اظن يستحسن يروح ابوك. انت متردد ليه؟ هي الجوازة مش عاجبك؟ لا ابدا، بس كنت عايزك تتأكد من شعورك. بقولك بحبها، جرأة يا أحمد، أنت عمرك ما حبيت يا أخي. لا أنا بس كنت عايز أقول يعني إننا لو خطبناها ورجعنا في كلامنا هتبقى فضيحة للبنت. مش هيحصل يا أحمد، أنا متأكد من شعوري ومن شعورها كمان. بكرة بطل تروح تقابل كمال أفندي خليل وتقول له أنا جاي أطلب إيد بنتك الحلوة نوال لرشد أخوي، وتبقى تقول له عني كلمتين حلوين كده. ألف مبروك عريس، ملعون أبو الدنيا. مبروك يا عريس، ربنا معاك. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. أنا عاملة شاي، أجيب لكم كوبايتين؟ يا ريت. عينيا نهارك قشطة إن شاء الله. ما تستعجليش. ولا يهمك، شوية برد. المدرسة كتبت، يلا بينا. استني شوية لما نشرب الشاي. أصل عندنا الحصة الأولى امتحان وأنا ما ذاكرتش كويس، كنت عايزة أروح أذاكر شوية مع البنات. الله الله، حضرتك عندك امتحان وما بتذاكريش؟ فوتي قدام على المدرسة. خليني شوية. حاضر. يا سلام، ده أجمل شيء تشوفه. تعال هنا. انت ما جيتش ليه امبارح؟ امبارح اصل الدنيا كانت برد وراحت عليا. سامحيني. شباك اوضتك نور الساعه 11 بالليل،
ونور تاني الساعة 11 ونص وفضل والع لحد الصبح. حضرتك نمت وسبت والع. تصوري المطر سكتت خالص. يلا بينا لسه بتنادى. وبعدين الامتحان قرب. يلا بينا. أنستنا وشرفتنا. أهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. أهلا وسهلا. مساء الخير. يسعد مساك مسا النور. الله، انتوا ايه عاملين فتة ابو فروه؟ ده سرجد اللي جايبه، ربنا ما يحرمناش منه. طب وبعدين معاك يا عريس، مفيش مره تيجي بايديك فاضيه؟ ده كله من خيرك يا عمي. جهزلنا العشاء يا ام احسان. حاضر. اقعد يا رشده. اتفضل. انا عاوز ادردش معاك شويه. يلا محمد. ما تاخذنيش يا ابني. احنا ناس دقة قديمة وعايشين مع ناس ما يعرفوش الموضة ولنا عوايد وتقاليد ما بنحدش عنها. واللي اعرفه يا بطل ان العروسة لعريسها بعد ما ينكتب عليها. ما احنا متفقين يا عمي بعد نوال ما تخلص مدرسة. افرض لا سمح الله ما حصلش نصيب، يكون ايه موقف الاب بعد بنته ما شبعت مع خطيبها زيارات وفسح وابو فروة؟ قصد حضرتك يعني ما اشوفش نوال؟ خليها بالمناسبات. قول لها كم شهر وتبقى ملكك. ولا اقولكش؟ اذا كنت مستعجل اكتب عليها وخدها بفستان. العشاء جاهز. اتفضل يا استاذ رشدي. شكرا يا عمي، مش هقدر اتعشى. الله، انت زعلت من كلامي؟ لا ابدا، مفيش حاجه. طب اتعشى معاه؟ معلش، شبعت ابو فروه. تعال ليلى ليكس البريمو ورق الليله اللي يكسب. يوه، هو احنا عارفين نكسب. يلا يلا. دي بوس بوس. تعال ليلى. دي كارت كارت كارت. تعال ليلى. الله، رشدي كفايه بقى يا رشدي، تعال تحت. يلا بينا يا جماعه، استحسن. خد نفس جامد، احبس النفس. بيقول يا دكتور ان المرض ده ملوش شفاء. كلام فارغ، في امل كبير في الشفاء لو اتبعت ارشاداتي. الغذاء الجيد والراحة التامة والهواء النقي. انتوا ساكنين فين؟ خان الخليلي. اظن ده مكان رطب، يستحسن تروح مصحة حلوان. طيب ما اقدرش اتعالج في البيت؟ تقدر لو توفرت العناية الكافية ومش عاوزك تسيب السرير. قبل ما تجيب الدواء ده التعليمات دي تنفذها بدقة، وعايز اشوفك كل اسبوعين. اللي زي يعني امتى يسترد صحته؟ بعد 6 اشهر هتبقى عال خالص. انت متجوز؟ لا يا دكتور، لسه خاطب. لازم يقعد سنة تحت الاختبار بعد شفائه ان شاء الله. شاكرين يا دكتور. مع السلامة يا فندم. Thank you.
ها يا رشدي، مش تنزل بقى؟ الدنيا هنا برد. سيبنا مت عيني بالدنيا. ما هو ده مش كويس علشان صحتك. وايه قيمة الصحة إذا كان الإنسان ما عندوش أي أمل في المستقبل؟ تفاءل خير يا رشدي، إن شاء الله سليمة. الدكتور قال إن الإصابة بسيطة والشفاء مضمون. أنا مش خايف من الموت قد ما أنا خايف من الفضيحة. فضيحة؟ فضيحة إيه؟ تصور يا أحمد، رشدي، رشدي قلب الأسد عيان بالسل. أرجوك يا أحمد، أنا مش عايز حد يعرف. طمن يا رشدي، مفيش حد هيعرف أبدا، بس أنا عايزك تسمع نصيحتي وتروح المصحة. أنت محتاج لرعاية وعناية يا ابني. مش عارف ليه كل ما أسمع سيرة المصحة دي قلبي بينقبض. بلاش أوهام يا أخي، بس أنت لازم تروح المصحة. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. كل الأحبة اتنين اتنين، فين وليفك يا جميل؟ اتفضلي اتفضلي، ما انتوا خيركوا علينا. أهلا محمد، تعال. أختي بتقولك مش عاوز رد. طب يا أخي مش تقول سلامتك الأول؟ سلامتك. عاوز أشوفك عشان أعرف أنت ليه مخزني، إيه اللي أنا عملته عشان تبعد عني؟ عشان حبيتك، إن كنت شايف إنك كرهت أنا مسامحاك. رشدي، هستناك بكرة الصبح في حتتنا زي عادتنا. تصبح على خير. أنا لازم أشوف نوال قبل ما أروح المصحة. سلام قولا من رب رحيم. يا كبدة يا ابني، يا ضنايا، ما قلتليش ليه من الاول يا احمد؟ رشدي مش عاوز حد يعرف ابدا. اللهم اطلب بنا فيما جرت به المخايير يا رب. هو هيروح مصحة حلوان، احنا اتفقنا نقول للجيران والناس انه اتنقل الصعيد. ناس مين؟ احنا في الناس ولا في ابننا؟ يا رب يا رب اصرف عنه يا رب، ده انا ما فرحتش بيه يا ولد. أسيوط، أصل فيها فايدة كبيرة عشاني. وما تقدرش تأجل النقل؟ يا ريت يا نوال. اعمل عيان وخد أجازة. ما هو لو عيد هتروح من الوظيفة ويلهفها واحد غيري. وإيه يعني؟ دي فيها ترقية. مبروك، هتسافر إمتى؟ النهاردة. اخص عليك. معلش، كلها خمس ست أشهر. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
يتحرمش منك ابدا يا رب. ادعيلي انا ولا ارجع تاني. ربنا يجيبك بالسلامة. انا كل ما افوت من هنا بقرا الفاتحة. نوال انا مش هقدر اوصلك، عندي ميعاد مع المدير. مش هشوفك قبل ما تسافر. ما انت حكوني في المدرسة. انا عيانة النهاردة مش رايحة المدرسة. لا ازعل منك، ما فيناش تزويغ. اشوف وشك بخير، يبقى افتكريني. رشدي اوعى تتأخر، ادعيلي. ابقى تعالى ولو مرة واحدة. خدت كل اجازاتك القانونية. ارجوك اديني فرصة كمان 10 ايام يمكن استرد صحتي. ما اظنش العشر ايام ولا 10 شهور كفاية، ده حسب قانون العمل تعتبر مفصول ابتداء من النهاردة. تسمح توقع لي هنا؟ اكرر اسك يا ابني، ده مش بايدي، ده أكيد أكيد يا مجنون. إيه يا حبايب؟ قوم قوم خلي الحريف يلعبوا. عايش يا أخي. لا مفيش أخبار عن رشدي. في الحقيقة رشدي كسلان قوي كتبت الجوابات. إحنا عاوزين سلامته، ربنا يسمعنا عنه خير. لا خير إن شاء الله. بس يعني مفيش ولا كلمة. 3 أشهر مفيش إزيك يا أبو نوال. تصور انا نفسي ما جاليش منه غير جواب واحد. نكتب له احنا يا سيدي، ما دام ما بيسالش نسال احنا. وعنوانه ايه؟ هو اصله يعني ملوش عنوان ثابت، بيتنقل من بلد لبلد. ليه؟ يعني بيفتش على الفروق. ربنا يوفقه. اللهم امين يا رب. ايوه يا سيدي. لا لا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. سي أحمد، أنا خدت الشهادة يا سي أحمد. والنبي والنبي يا سي أحمد تبعت جواب لرشدي وتقول له إن أنا نجحت. اتفضل اتفضل، شربات نجاحي. اتفضل. امال فين خالتي؟ فين عمي؟
أنا نجحت يا خالتي، خدت الشهادة. عمي أنا نجحت يا عمي. في إيه يا عمي؟ مبروك عليك الشهادة يا بنتي. كمال افندي خليل، احمد افندي عاتب. الجواب ده من رشدي؟ ها؟ لا. لقد اطلعت على نتيجة الأشعة الأخيرة، وقد كشفت عن إصابة جديدة بالرئة اليمنى أيضا. إني في طريقي إلى النهاية. إني أكتب إليك ودموعي تنهمر فتخفي عن نظري الألفاظ التي أكتبها إليك. فأستحلفك بالله يا أخي أن توافق على عودتي إلى المنزل لأقضي بينكم أيامي الأخيرة حتى يوفيني الأجل. يعني كنا نسيبه شوية علشان يستريح. عندك حق. ألف ألف بعد الشر. ربنا يطمنا عليك يا حبيبي. ربنا يفرحك بالشفاء والعافية يا حبيبي. أنا هنا مرتاح، حاسس إن ربنا حيشفيني. ادعي لي يا نينا. قلبي من جوه داعي لك وراضي عنك يا طلعتي. نوال، نوال،
اسمحي لي شويه يا بنتي عشان عاوز اتكلم معاك. حاضر يا بابا. نعم يا بابا. يا نوال يا بنتي، انت طول عمرك عاقله وبتقدري الامور. في ايه يا بابا؟ انا عاوز اقولك على سر يهمنا كلنا. رشدي يا بنتي مش عيان بالمرض اللي سمعناه منهم. عيان بايه يا بابا؟ للاسف يا بنتي عنده سل. ربنا يتولاه برحمته. رشدي عزيز علينا قوي. مش انت بس اللي بتحبيه، كلنا بنحبه، كلنا بنتمناه، لكن ده ما يمنعش اننا نحتاط للامر. احنا خايفين عليك يا ضنايا، انت لسه صغير وتجوز فيك العدوى اوان. انا وابوكي هنعمل الواجب، بس خليك انت وما تروحش هناك يا حبيبتي. يعني ايه؟ ما زوروش؟ ده عين العقل يا بنتي، خليكي بعيد. هيقولوا عليا ايه؟ ما حدش هيلومك. انا لوم نفسي. انا مش عاوز فلسفه، ده مرض خطير جدا، وربنا قال لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. انت مش هتخرجي من البيت ده ابدا، فاهمه؟ فاهمه؟ طبعا فاهمه، دي طوع امرك، انت ابوها وخايف عليها. من بكره تنقلي اوضتها الناحيه التانيه، والبلكونه ما حدش يدخلها ابدا، تربشي بامها. فرفش يا راجل وانفض العيب ده عنك، بقى شويه نسمة يعملوا فيك كده. لا ده النهارده فريسك قوي، ده ادي امبارح 10 مرات، وان شاء الله باكر تكون احسن فاحسن. انت حرمنا من انسك يا سرجدي. الله، امال فين قلب الاسد؟ ربنا ما يحرمنا من الاسد وقلب الاسد. الفتحه للحسين يا اخونا. سلامته، ألف سلامة يا أختي. خديني شرطك يا ست أم أحمد، ودي قطره للشيخ يعقوب. الشفا إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. إيه نوال مسافرة؟ مسافر احمد. اخر مره زارتني كان يوم 7 مارس. انا لسه فاكر اليوم، ومن يومها ما شفتهاش. ابشع شيء في الدنيا الخيانه. يا رشدي يا ابني بلاش الافكار السودة دي، هي صحتك اهم من كل حاجه. خلي بالك من صحتك يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا ما فرطتش في حبها يا أحمد، كل ذنب إن صحتي هجرتني تقوم هي كمان تهجرني تخاف مني. خلاص رشدي بقى شر. ما تهتمش للحاجات دي يا رشدي، استريح استريح. على السراج دي قبل ما اروح لاحسان بنتي، اصلها بتولد وما فيش حد معاها. اتفضلي. ست ام نوال يا رشدي عايزه تشوفك. اتفضلي. ازيك دلوقتي يا سراج دي؟ شد حيلك يا اخويا،
شدة وتزول يا حبيبي. شدتي زي ولا هالموت. بعد الشر يا ضناي. ألف ألف بعد الشر عليك. إن شاء الله عدوينك واللي يكرهوك. لا حول الله يا ربي. ما تفولش على روحك كده يا ابني. هي دي الحقيقة يا أستاذ منوال. رشدي مسلول. عارفة يعني إيه مسلول؟ في هنا ميكروب بيعدي بيخوف الناس. ابعدوا عنا احسن لكم. مالكش حق يا رشدي، ليه بتقولها كده؟ انت لسه بتدافع عنهم يا احمد. دول هما سبب نكبتي. حب البنتهم خلانا داري المرض لحد ما وصلت للنهاية وبعدين هربت مني غدرت بيا. أرجوك أحمد ما تخليش حد من أهل نوال يدخل عليا. مش عايز أشوف حد منهم خالص. كلهم الشر جرى لك حاجة. مينا أنا عايزة أشوف رشدي. يا مصيبتي أنت جرى لعقلك إيه؟ ما كنا كويسين. مش قادرة لازم أشوفه. إزاي أسيبه في محنته دي؟ دي خيانة يا نينا. أنت عايزة تخرجي عن تعبوكي. أنت أمي وحسب اللي في قلبي. نزور سوا مرة واحدة بس. ربنا يخليك. ما اقدرش ما اقدرش يا بنتي. ابوك رامي عليا يمين. هي الدنيا ايه؟ انا عشان منها الخير. احنا خايفين عليك يا حبيبنا. انت لسه شباب وده مرض وحش قوي. يقول عليا ايه دلوقتي؟ انا هروح واللي يحصل يحصل. اعملي معروف يا بنتي. ابوك يودينا في داهيه. ارجعي يا نوال. نوال يا نوال. سعيدة ديزا. انا عارفه انكم زعلانين مني لكن انا مظلومه. أبويا وأمي هما اللي منعوني وحاربوني للخروج. اتحايلت عليهم كتير مرضيوش. حتى الشباك يا تيزا. الشباك اللي كنت بتونس بيه حرموني منه. صدقيني يا تيزا. صدقيني أنا ما قصرتش ولا نسيت رشدي. تسمحي لي أزوره. أعملي معروف. أحمد عاوز أشوف رشدي. أعمل معروف يا سي أحمد. أعمل معروف خليني أشوفه. أنا جاي هربانة. دي فرصتي الوحيدة اللي ممكن أشوفه فيها ما تحرمونيش منها.
أرجوك يا سي أحمد، وحياة رشدي عندك. عمي، عمي عاوز أكلمه، لازم يعرف إني ما خنتش ولا غدرت بيه. أعمل معروف يا عمي، أبوس إيدك، أبوس إيدك يا عمي، خليني أشوفه. أعمل معروف عشان خاطري، عشان خاطري يا عمي تخليني أشوفه. أعمل معروف. خليها تشوفه يا أحمد يا ابني، خليها تشوف. الدنيا